السرعه اللي غادي يبان المغرب في عمليه التلقيح بالنسبه للدول المجاوره سرعه مزيانه، وغيكون ان شاء الله غادي وكتوسع القاعده ديال التلقيح، غادي وكتوسع والسن انخفض شيئا ما، حيت في الاول كان 70 وشي حاجه، دابا الحمد لله 60 وشي حاجه. والحمد لله كنتمنوا من الناس يكونوا واعيين بهذه المسؤوليه ويحاولوا يلتزموا، بان كاين اللقاح الاول وكاين اللقاح الثاني، كاين واحد الفتره بيناتهم. كنتمنى باش المواطنين يلتزموا في هذه الفتره هذه اللي غتكون صعبه، وان شاء الله ملي غادي يدوز اللقاح راه كل شيء غادي يكون بخير ان شاء الله. الشعب المغربي سباقين للقاح، يعني اللقاح جا في واحد الظرفيه اللي هي كان محتاجه المغرب باش يقوم بهذا العمليه ديال التلقيح. بالنسبه للوتيره اللي غادي بها تلقيح، يعني كنشوفوا الفئات اللي كانت سهرانه في الزمن الحجر الصحي خدات اللقاح هي الاولى، علاش؟ لانها كانت في الصفوف الاماميه. من بعد جات الفئه العمريه الثانيه اللي هي كتراوح ما بين 70 و 75، يعني الوتيره غاديه بشكل سريع ومتراكم. الوتيره ديال التلقيح اللي كتبان ليا في المغرب غادا شويه ماشي بطريقه اللي هي فعاله، لانهم بداوا واخا كنقارنوهم مع الدول الاخرين، مع الدول الافريقيه، ولكن حنا ما خصناش نتقارنوا مع الدول الافريقيه، خصنا نقارنوا راسنا مع الدول المتقدمه. انا بان ليا زعما الرجال كبار مزيان اللي داروا لهم بعدا التلقيح، فهمتي؟ حيت هما اللي كيتضرروا بزاف من التضرر من هاد كورونا وهاد الشيء. تنقدر نعتبروا بلي هاد الوتيره كتناسب الوضعيه ديال المجتمع المغربي وديال الميزانيه ديال الدوله. حيت كل ما كانت الميزانيه كبيره ديال الدفع باش شراء اللقاح وشراء المعدات للقيام بالعمليه التلقيح، كل ما زادت الوتيره، وكل ما كانت الامكانيات قليله كل ما الوتيره تكون قليله. وحنا هذا الشيء ما يمكنش نتكلموا فيه الا كنا على الاطلاع بجميع المسائل اللي تحيط المساله، وكتشكل الملابسات والمسائل اللي كتعتري ديك الرفع من المستوى تلقيح المجتمع المغربي، ولا كتخفض من نسبه تلقيح المجتمع المغربي. حتى انا كمواطن كنتسنى النوبه ديالي ان شاء الله، ولا جاتني النوبه راه غادي نمشي للقاح ان شاء الله، ما كاين حتى شي مشكل. في حاله ما اذا كان اللقاح مفيد وتدعو الضروره الى التلقيح، فهذه حاجه طبيعيه، اي انسان غيتلقح، هذا حيت هذه مساله مهمه. انا مستعد للتلقح الا كاين هذا اللقاح فعال، حيت مازال انا براسي مشكوك في هذا اللقاح. المهم التلقيح نتسناو نوبتنا حنا بعدا، نشوفوا شنو هو كاين منه لقدام، شنو التاثير، فهمتي؟ شنو الاعراض اللي غيبانوا وداك الشيء؟ ان ما بان والو ان شاء الله راه نديروا التلقيح كباقي التلقيحات اللي درنا شحال هذه. ان شاء الله كنتسناو النوبه ان شاء الله، الا كان يعني هما قال لك هذاك الشيء بالرتب، وحنا نتمناو من الله ان النوبه ديالي كنتسنى، يعني الا كان لقاح من يعني ضروري نديرو، وراه ضروري غادي ديرو باش تحمي راسك وتحمي الناس اللي دايرين بك. والوتيره يعني غادا بشكل جيد، وكنتمنوا الشباب توصل حتى المرحله ديالهم وينخرطوا فيها، لانها غادا تزيد بينا القدام ان شاء الله وتغير الاوضاع من الاحسن الى المستحسن.